السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو قلب اللوز الجزائري، يعني بمقادير مضبوطه وناجح باذن الله، يعني ناجح 100% ان شاء الله. يعني غير تبعوا الفيديو حتى الاخير يعني باش يصدق لكم، يعني باش ينجح لكم. نعرفوا بلي قلب اللوز كاين بزاف الاخوات ما ينجح لهمش. الطريقه تاع اليوم ان شاء الله تبعوا مراحل وان شاء الله بربي غتنجحوا فيه. يعني رمضان قرب باقيش بزاف، قلت نديرها لكم اليوم يعني بالاخوات اللي بغاو يسيوه قبل رمضان يسيوه. الو، اش خاصنا هنايا؟ يعني بمقادير مضبوطه كما قلت، هنايا عندي السميد الخشين، يعني الخشين كاين في بعض المدن في الجزائر يقولوا له التشيشه، يعني يجي كيما الكسكس يجي غليظ لا غروس سوموله. ها هي بينا، انا ديت هذه الاخوات اللي بغوا يسقسوني، انا ديت هذه غنار هاوينا غليظه كما راكم تشوفوا هنايا غليظ كاع، يعني باش نقلب اللوز، القلب اللوز عفوا قلب اللوز قلب اللوز تاعنا ينجح لنا اللي قسميت تكون غليظه. هنايا عندي 500 غرام سميد، عندي 250 غرام سكر، 250 غرام سكر نص تاع السميد. هنايا عندي 100 غرام زبده، يعني انا ديت ما ديتش مارغرين، ديت الزبده. الاخوات ينجموا يديروا مارغرين بصح من الاحسن ديروا الزبده. 100 غرام زبده. هنايا عندي خليط، يعني عبرت لكم بالكاس تاع لاتاي، هذا الكاس فيه 150 مليلتر، 150 ملي هذا الكاس تاع لاتاي. درت خليط بين الماء عادي والماء الزهر، انا الماء الزهر عندي يعني قاطع فوق هذا اغوم فلا دورانجي، بصح نتوما كان عندكم الماء الزهر تاعكم خفيف ديروا غير الماء الزهر، عمرو كاس على تاي ماء الزهر. وعندنا الملح بيان سور باش نديروا الاخر. الوغ الحاجه الاولى اللي غادي نديروها، نبداو بسم الله، غادي نحك مليح السكر مع السميد. والاخوات اللي عندهم العجان يستعملوا العجان من الاحسن، راه يخرج لهم مليح ثاني بالعجان. الوغ هنايا قلت نستعمل يديا، الاخوات ما عندوش العجان يعني شوفوا كيفاش. هنايا غادي نحك مليح السميد مع السكر، يعني حتى هاد البيوضيه تاع السكر كما كتشوفوا تولي ما تبانش، نحكها ونرجع. راني حكيتها مليح بيديا يعني واحد زوج دقائق ثلاث دقائق ماشي بزاف، وكما قلت بالعجن يعني راه بالخف يتخلط. هنايا 100 غرام تاع الزبده اللي ذوبتها بسم الله نفرخها هنايا فوالا. وهنايا نبدا ندخل نبسس بيديا كما نديرو نبسس ولا نديرو المقرود، يعني نبسو مليح بيدينا كيما هاك، ندخلو الزبده في السميد مع السكر فوالا كيما هاكا مليح، حكوها وفي العجان ديرو الزبده اخرو العجان يعني يدور، يعني العجان استعملو ماشي كاين يعني ثلاثة تاع لي زاكسيسوار في العجان، كاين هذاك الفوي اللي يطلع على كريم شانتيي، وكاين هذاك الكروشي اللي يعجن، نتوما استعملو الاخر اللي يجي هاكا دائري كيما هاكا، هذاك نديرو به قلب اللوزة. الاخوات اللي عندهم العجان وما يعرفوش يعني وينه الاكسسوار اللي يستعملوه، استعملوا الاخر اللي يجي مدور كيما هكا، ماشي الكروشي ماشي الفوي لوطخ، هذاك ديروا به القلب اللوز. نبسه ونرجع لكم هكا باش راني بسسته مليح، يعني بسوه مليح كما نديروا مقروض، يعني واحد 10 دقائق ولا نبسس فيه. هنايا عندي الملح، يعني الاخوات المبتدئات يديروا نصف ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره، انا عيني ميزاني فوالا، يعني غير شويه تاع الملح مابقاش تكثروا، نزيد شويه هنايا فوالا كيما هكا، ونخلط هنايا باش ما يجيناش صامط. ندخل هذا الملح هنايا نبسه مليح، يعني على حسب الكونتيتي تاع السميد 500 غرام، يعني نصف ملعقه تكون صغيره تاع ملح فوالا غير بشويه. هنايا نجيب هذا الكاس الخليط بين فلوغ دورونجي اللي هو الماء الزهر والماء، يعني شوفوا لا كولور تاعها كي دايره، هذاك ليكستري تاع فلوغ دورونجي جاي شويه يعني صفر. الوغ نبدا نشمخ غير بشويه ونخلط، نتوما في البيطران يعني ديروا غير بشويه وخلطوا، نحك كيما هكا مليح يعني هاد السميد هاي غليظه غتشرب لنا. شو كي راه الخليط تاعنا، شو كي راه، شو راه مشمخ بالكم، شمخ
يعني كي ديرو كيما هكا يعني راه يتلم باش الاخر مبتدئات كي ديرو هكا يتلم وكي تحلو هكا ينحل بكل سهوله. هنا نخلط مليح، راني درت النص تاع الكاس تاع لاتاي، وهذا النص هذا نديروه من بعد، نقعد هنايا نغطيه ونخليه نديروه من بعد. هنا اش غادي ندير في هذه المرحله؟ نخلط مليح، ندخل مليح الماء، يعني هذه المرحله ضروريه. خلطوا مليح بيبي تخاتاني، خلطوا مليح كيما هكا. هاني نخلط فيه فوالا. هنا اش غادي ندير؟ نديره كيما هكا وغادي نغطيه ونخليه يتشرب هاد الزبده وهاد الماء زهر اللي درناه. يعني هو من الاحسن تخلوه يبات كاع الليل كيما هكا، كيما المقروط كيف كيف نفس الطريقه، تخلوه يبات كاع الليل ولا ديروه الصباح وفي الحشيه تخدموه. انا غادي نخليه رانا الصباح، يعني راه 9 تاع الصباح، انا غادي نخليه يتشرب كاع النهار، مع الحشيه ان شاء الله غادي نخدمه. هذيك هي واحد 8 سوايع ولا 10 سوايع، مع الحشيه ولا مع الليل نخدمه، يكون عندي الوقت نجي نخدمه. يعني الصباح ديروه خلطوه وخلوه وقضوا شغلكم، ومن بعد ولوا له على الحشيه نغطيه ونرجع لكم ان شاء الله كيتشرب. وهنايا نوجدوا السيرو تاعنا، يعني الوقت الشاميه تاعنا يعني العجينه تاعنا يتشرب، نوجدوا السيرو تاعنا. السيرو هنايا شدت درت عبرت بهذا ولا وزنوا، درت 500 غرام تاع السكر، 500 غرام سكر مع اون غوندال تاع سيترون تاع الليم، والماء نديروا يوطرو ماء يعني 1 لتر، نعبر بهذا كما كنت تاع السوائل، وفيه السكر فيه لافارين فيه كلش. بسم الله فوالا. ها هو هذا نص يوطرو، فوالا هنايا عندي 1 لتر تاع الماء. نسحق الماء زهر، الماء زهر ندير حتى الاخير حتى يطيب لي السيرو ونطفي عليه. ندير يعني واحد ربع كاس تاع لاتاي تاع ماء زهر، يعني غير نكهوه. هنايا غادي نخلط، غادي نخلط السكر، نذوب مليح السكر مع الماء ونديرها فوق النار يغلي. كي يبدا يغلي نحسب له واحد 8 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد. بعد ما خليت العجينه تاعي ريحت يعني كاع النهار ولا خلوها تبات، السيرو تاعي راني طفيت عليه، يعني خليت 10 دقائق وطفيت عليه، ودرت فيه يعني ملعقه كبيره كيما هاك تاع ماء زهر. نقلع هاد البلاستيك، يعني غطوه مليح بالبلاستيك طوخشون، يعني شوف كي تشربت، يعني شوف السميد تاعنا كي تشرب فوالا كيما هكا اللي كتشرب مليح باش القلب اللوز تاعنا يجي ناجح هاوينا تعسل. يعني شوف كي راه هنايا نحله ونبدا نخدم القلب اللوز تاعي، يعني ما راح كيما كنت تلاحظوا راه نتفخ، يعني ضاعف الحجم تاعه. يعني شوف كي ولا، يعني من الاحسن تخلوه كاع النهار ولا كاع الليل باش القلب اللوز تاعكم ينجح ويجي كيما تاع برا. هاني حليته، وهنايا بسم الله الماء الزهر اللي بقى لنا والماء الخيط اللي بقى لنا غادي نرش كيما هكا بشويه ونبدا نخدم. يعني خدموا بيديكم ولا خدموا بالبيترين. يعني نرش ومن بعد نخدم في نفس الوقت كيما هاك، يعني يكون معجن. نشوف لك خاصني غادي نزيد شويه تاع ما هاي نتحرك فيه كيما هكا، يعني دقائق نعجنه مليح، ولا كخاصني الماء راني نزيدها قدامكم. نخدمها ونرجع لكم هكا باش ما نطولش عليكم. راني خدت مليح العجينه تاعي، يعني كنت تخدموا فيها حتى تعجنوها مليح كما كنت تلاحظوا. يعني شوف هي معجنه، راهي نحسوا كي شغل راهي معسله. هنايا جبت امول، المول تاعي فيه 25 على 25، يعني هاد الكميه تاعكم المول كيما هكا 25 على 25 ولا يعني 20 على 25. دهنتها بشوية تاع الزبدة. هنايا غادي نحاول نقسم الخليط تاعي على زوج، يعني تجيبو توزنوه هكا باش يجيونا كيف كيف، يعني من جهة غليظة وجهة رقيقة. ندي كمية فوالا كيما هكا ونحلها هنايا في المول تاعي، نحلها كاع
يعني غادي نديرو الحشو تانيك، يعني غتجيني ما تجيش غليظه ما تجيش رقيقه. راني حليتها كما كتلاحظوا هاوينه. هنايا عندي اللوز، انا ديت اللوز، يعني تجيو ديروا غير كاكاو ولا ديروا شويه قرفه ولا ديروا كاوكاو، ما مجوز الهند مخلط مع الشوكولا ان بودغ يعني الكاكاو. انا ديت اللوز حمصته وطحنته كيما هكا، يعني راه شويه خشين ماشي رقيق، يعني الكميه قليله ما باغار فيها تحريره كما كتشوف راهي النص. هنايا عندي كاكاو، تجيو ديروا غير اللوز وحده، يعني بتجينا هذيك الطبقه هذيك المارون يشوفوها في الشاميه كي تنباع. فوالا ندير شويه تاع كاكاو مر، نخلط مليح. روحي فوالا هنا راني خلط، غادي ندير الحشو هنايا. نوزع نديرها كاع فوالا، نصقمها مليح هنايا. ديرو نيفو واحد كيما راكم تلاحظو فوالا هاوينا. وهنايا نجيب النص اللي خليته ونفرشه عليها من الفوق غير بشويه، يعني استعملوا المغرف ولا شوفوا يديكم في الماء. دوك انا غنحلها، راني صقمتها يعني من الفوق كما كتشوفوا اللي تكون مرطبه، يعني حاولوا بيديكم ولا بلا سباتيول ولا بالمغرف يعني تصقموها مليح ترطبوها. هنا عندي خدمي، يعني غادي ندير حسابي غادي نتراسي، بصح نتراسي غير من الفوق منهوش لتحت، يعني غير هكا من الفوق وندير دي تري كيما هاك، يعني ديروا حسابكم شحال تجيكم. فوالا كيما هكا فوالا، نعاود نقلب نعاود تراسي كيما هاك. هاي تراسيته. هنا عندي شويه سمن وزبده، ولا تجيو ديروا غير الزبده وحدها نتخلط. هنايا غادي نسقي قبل اللوز تاعي، نسقي مليح يعني باش يجي فيه لون شباب. راني سقيته. هنايا عندي اللوز اللي قعدت له القشره تاعه ودرت له درته في الماء بارد، يعني في الماء بارد باش اللوز تاعنا يعني ما يحرقناش في الفرن. الوغ كل حبه ندير فيها حبه لوز كما هكا نغرسها. هنايا سي بون غادي نخليه يتشرب، نخليه يتشرب واحد ربع ساعه، يعني الوقت اللي نحمي الفرن تاعي. الفرن نحموه على 200 درجه، الشعري من الفوق ومن التحت، ونطيبوه واحد نص ساعه. والاخوات اللي عندهم الفرن يشعل غير من التحت وحده والفوق وحده، يشعلوها من التحت ومن بعد كيشوفوا هاد لي بور هادو ولاو يعني شويه دوغي يعاودوا يشعلوه من الفوق يحمروها، وهذه هي تكون واجده. كنا غادي نديرها كيما هكا، غادي نخليها تشرب هنا 15 دقيقة، نحمي الفرن تاعي نطيبها ونرجع لكم. ولا هاو القلب اللوز تاعي راه طاب، يعني خيطة طاب مليح، حمرته مليح. هنايا السيلو راه بارد يعني تاع الصباح. بسم الله نبدا نسقي. السيلو بارد والقلب اللوز حامي كما راكم تشوفوا، نسقو غير بشوية. يعني كاين اخواتي يبغوا متشرب مليح، كاين لا لا بغيتي يكون مشرب مليح ديري كاع كميه، ولا كبغيتي غير شويه ديري يعني خلي منها غير شويه ماشي بزاف. فوالا غادي نسقي، نعاود ندخلها الفرن. فرن طافي وحامي، يعني كي تقلعو طفو الفرن يقعد حامي، ندخلها الفرن يتشرب، نعاود نكمل هاد الكميه ونخرجها من الفرن ونخليه يعني في الكوزينه نغطيه ونخليه يتشرب كاع الليل. كي تشرب لنا كاع الليل ان شاء الله نعاود نرجع لكم ونشوفوه. مرحبا باتي، هي الشامية تاعنا او قلب اللوز بعد ما طاب يعني وسقيته وخليته تشرب كاع الليل وكاع النهار يعني تلحشية باش قدمتها لكم. يعني مادام تخليه يتشرب مادام احسن، يعني كتشوفوا السيلو تاعها هاوينا، يعني مع اللي طيبتها مليح ان شاء الله ولا كهغمان. هنايا هاي مشربة مليح كما راكم تشوفوا حكمة روحها، انا قاعد عاقطها هنايا. يعني شوفوا الشامية تاعنا او قلب اللوز، يعني صدقوني والله العظيم يجي احسن من اللي ينباع، يعني صنع منزلي. يعني شو كيجي محشي باللوز كما راكم تلاحظوا، يعني شوفوا الحشوه وين هنا باين، نقربها لكم باش تشوفوا هاوينا، يعني شو كطريه فريمون تجي روعه.
هذه يا حباباتي، نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، ودروك ما بقى نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقوا ان شاء الله في وصفه اخرى، ما تنسونيش بلي لايك والسلام.